يأتي إلى تعريفه. الشرط تعليق حدث على حدث، أو هو ربط حدثين برابطة السببية، بحيث يكون الأول سبباً للثاني ويكون الثاني مسبباً عن الأول. ما معنى هذا الكلام؟ تعليق حدث على حدث، أي بمعنى أن الشرط فيه حدثان، أيضاً أو هو ربط حدثين برابطة. يبدأ إذن الحدثان مربوطان برابطة. ما هذه الرابطة؟ هي رابطة السببية، أي بمعنى أن يكون أحدهما سبباً عن الثاني. نأتي إلى المثال حتى تتضح الصورة أكثر. إن تذاكر تنجح. المذاكرة سبب النجاح، والنجاح مسبب عن المذاكرة. ومثل من يفعل خيراً يجزى به، أي بمعنى الجزاء نتيجة لماذا؟ لفعل الخير، وما تفعل من خير يعلمه الله، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذا طبعا قول زهير بن أبي سلمى. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هنا طبعا فيها شرطان، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. طبعا سنتناول قضية الإعراب والأشياء هذه طبعا في حينها. نأتي إلى أدواته. أدوات الشرط نوعان، نوع يجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب، فعل الجواب أو جواب الشرط. نوع غير عامل، أي لا يجزم فعل الشرط ولا فعل الجواب. يبدأ إذن عندنا أدوات الشرط نوعان، نوع جازم اللي يجزم فعل الشرط وجواب الشرط، ونوع ثاني ليس جازما، أي بمعنى لا يؤثر في الفعلين الأول والثاني، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. نأتي أولا إلى أدوات الشرط الجازمة، وجزمها يكون للفعل المضارع. نحن نعرف أن فعل الأمر والفعل الماضي كلاهما مبني، والفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أو اتصلت به نون النسوة، أما في بقية أوضاعه يكون معربا. إذن الجزم جزء من الإعراب، معنى ذلك أنه مختص بالفعل المضارع، مثل انتظرني أكرمك، أما إذا دخلت على ماض فلا تجزمه لأنه مبني، وإنما يكون في محل جزم. إذن إذا كان فعل الشرط أو جواب الشرط فعلا ماضيا لا يكون مجزوما، لكنه في محل جزم. الجزم واقع في أدوات الشرط الجازمة، الجزم واقع، قد يكون فعلا أو قد يكون على المحل. طبعا أدوات الشرط نوعان، هما حرفان وعشرة أسماء. إذن عندنا حرفان في أدوات الجزم وعشرة أسماء. نتعرف إلى هذه الأدوات. الحرفان هما إن وإذما، مثل إن تذاكر تنجح، نأتي هنا نرى إن حرف شرط جازم، تذاكر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، تنجح اللي هو جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا، تبدوا فعل المضارع أصله تبدون، لكنه هنا جاء مجزوما لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. ما طبعا موصولة مفعول به، في أنفسكم،
جار ومجرور وأنفس مضاف وكم مضاف إليه أو تخفوه أو حرف عطف تخفو طبعا مجزوم بالتبعية لأن معطوف على ماذا؟ على تبدو، على تبدو. والها مفعول به، يحاسبكم، يحاسبكم هي جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط، ويحاسب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، به جار ومجرور ولفظ الجلالة هو الفاعل. وإذا تقدم اسم على حرف الشرط أعرب مبتدأ. معنى ذلك إذا صدرت جملة الشرط باسم ظاهر نعربه مبتدأ، مثل الكتاب إن قرأته أفدت منه، وخبر المبتدأ مجموع جملتي الشرط، أي بمعنى عندما نعرب نقول الكتاب مبتدأ، الكتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إن حرف شرط جازم، قرأ فعل ماض مبني على السكون، والتاء اللي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع وهي فاعل، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب وهي مفعول به. أفدت من أفاد طبعا الفعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك تاء الفاعل، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين، والتاء فاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع، منه جار ومجرور. وجملة إن قرأته كلها الشرط بما فيه فعل الشرط وجواب الشرط هي خبر المبتدأ، هي خبر المبتدأ. قرأت هنا جاء الفعل ماضيا، لا نقول عنه مجزوم ولكن نقول في محل جزم، لأن الماضي مبني، لأن الماضي مبني ليس معربا، أي بمعنى أنه لا يجزم، والمبني ملازم لحركة واحدة. وخبر المبتدأ مجموع جملتي الشرط والجواب. وإذا سبقت إن الشرطية لا النافية أدغمت اللام في النون، مثل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، أي بمعنى إن لا. إذ ما حرف شرط جازم لفعلين مضارعين، مثل وإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلفى من إياه تأمر آتيا. ما معنى هذا الكلام؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، يعني بمعنى إذا أمرت أحدا بشيء وفعلته قبله به تلفى، أي بمعنى تجد من إياه تأمر آتي، أي بمعنى تجد من تأمره بهذا الأمر يفعل هذا الأمر. لماذا؟ لأنك فعلته قبله. ننظر إلى وإنك، الواو بحسب ما قبلها، إن واسمها، طبعا إنك إن واسمها وهي حرف نصب طبعا ناسخ، إذ ما هذه هي الشرطية، هذه هي حرف الشرط. إذ ما تأتي، تأتي فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. ما أنت، الماء هنا مصدرية وهي في محل نصب مفعول به، وأنت آمر مبتدأ وخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، به جار ومجرور متعلقا بصفة لآمر. تلفى هنا فعل جواب الشرط وهو مجزوم أيضا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. من مفعول به، إياه هنا مفعول به، من إياه تأمر مفعول به لتأمر وهو مقدم، تأمر فعل مضارع مرفوع، تأمر به تلف من إياه تأمر، تأمر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، آتية طبعا هي المفعول الثاني لتلف. فالفعل تأتي فعل شرط
فعل الشرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفعل تلف جوابه مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. الأسماء وعددها 10 أسماء، وهي: الأول من، اسم شرط جازم مبني على السكون وتستعمل للعاقل غالبا مذكرا ومؤنثا ومفردا وغيره، تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، مثل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ننظر إلى المثال. فمن يعمل يبدأ إذن، يعمل جاءت مجزومة، الفعل يعمل جاء مجزوما، مثقال ذرة خيرا يره، يره هو فعل جواب الشرط وجاء مجزوما. الأول مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، الثاني مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هو المثال نفسه، يعمل ويره. ومثل قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومن يقنت منكن، من هو اسم الشرط، يقنت هنا طبعا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها، وتعمل طبعا معطوفة على يقنت أو يقنت، وهنا نؤتها طبعا هي فعل جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنها نؤتي، أجرها مرتين. وتعرب مبتداً إن كان فعل الشرط لازماً أو متعدياً، استوفى مفعوله وجملة الشرط والجواب معاً في محل رفع خبر على الأصح، مثل: من يجتهد ينجح. نأتي من، هنا اسم شرط وهو مبتدأ، يجتهد فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، ينجح جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طبعا هنا من يجتهد ينجح، عندما نأتي إلى هذه الجملة نقول من هي المبتدأ وينجح هي الخبر، هي جواب الشرط، لكن الجملة كلها يجتهد ينجح هي الخبر، هي في محل رفع خبر. وتعرب مفعولا به إن كان فعل الشرط متعديا ولم يأخذ مفعوله، مثل: من تقابل في بيتي فهو صديق، من تقابل في بيتي فهو صديق. نقول من مفعول به مبني طبعا في محل نصب، تقابل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، في حرف جر، بيتي اسم مجرور، بيت اسم مجرور وبيت مضاف والياء مضاف إليه، الفاء مرتبطة طبعا بجواب الشرط، لماذا؟ لأن جواب الشرط جاء جملة اسمية، هو مبتدأ وصديق خبر، ولذلك هنا من جاءت مفعولا به، أي بمعنى أن اسم الشرط يعرب حسب موقعه في الجملة، يعني لا يعرب اسم شرط، أو لا يعرب، لا نقول عنه اسم شرط، لا، هذا لا يجوز، هذا ليس إعرابا، إنه مسمى، لكن الإعراب على حسب موقعه في الجملة. نأتي إلى الاسم الثاني ما، وهي اسم لغير العاقل غالبا، تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، مثل: ما تفعل من خير تجزى به. ما طبعا عرفناها، تفعل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، من حرف جر، خير اسم مجرور، تجزى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وتكون زمانية كما في قوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هنا طبعا ما
شرطية استقاموا فعل ماضي، لكن جاء هنا في محل جزم، هو ليس مجزوما إنما هو في محل جزم. وأيضا فعل جواب الشرط فاستقيموا جاء فعل أمر، وفعل الأمر مبني أيضا، لذلك لا يجزم، لأن الجزم لا يكون إلا في المضارع المعرب. ومعنى الكلام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم. والأكثر أنها غير زمانية، ومنه قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي بمعنى فعلكم للخير يعلمه الله. ولذلك هنا ليست دالة على الزمن، دالة يعني لم تدل على الزمن. لو قارنا بينها وبين الجملة السابقة لوجدنا أن الجملة السابقة تدل على فترة زمنية، أي فترة استقامتهم لكم كي تستقيموا لهم. أما هنا لا، ما تفعل من خير يعلمه الله، يبدأ هنا على الإطلاق. وأيضا قول الشاعر فما يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، يبدأ هنا أيضا لا تدل على الزمن. فما يك من خير أتوه فإنما، يعني بمعنى الخير الذي جاءوا به ليس غريبا عنهم، إنما هو متوارث أبا عن جد. مهما، نأتي للاسم الثالث. مهما اسم شرط لما يعقل، تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وتعرب إعراب ما شرطية. ما شرطية، ومن أمثلتها قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ننظر هنا مهما تأتنا، مهما تأتنا، يبدأ إذن فعل الشرط هو الفعل تأتي، وهنا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أما الجواب فما نحن لك بمؤمنين لم يأتي فعلا، ولذلك جاءت الفاء للربط. وقال امرؤ القيس، وليس كما هو مدون، هنا خطأ مطبعي. وقال امرؤ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. هنا ننظر أغرك مني أن حبك قاتل، أي بمعنى أغرك أن حبي لك هو قاتلي. من ماذا؟ من الشوق والصبابة. وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، يعني بمعنى مهما تأمرين قلبي يفعل، هذا المقصود. طبعا مهما تأمري أصلها تأمرين، لكن هنا جاء مجزوما وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، أيضا يفعلي اللي هي جواب الشرط جاءت مجزومة وعلامة جزمه السكون، والكسرة حركت للضرورة الشعرية. نأتي إلى متى. اسم شرط يجزم فعلين يدل على الزمان، مثل متى تجلس أجلس، ومتى أكن مشغولا فلا تحدثني. يبدأ هنا متى تجلس أجلس، هنا تجلى فيها الجزم في فعل الشرط وجواب الشرط. متى تجلس، متى اسم شرط، تجلس فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، أجلس فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أيضا ومتى أكن مشغولا فلا تحدثني، متى اسم الشرط، أكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والالتقاء الساكنين حذفت الواو، فلا هنا اقتران جواب الشرط بالفاء، لأنه لم يأتي جملة فعلية مضارعة، أي بمعنى لم يأتي فعلا مضارعا. فلا تحدثني، هنا طبعا
أسف. ومتى أكون مشغولا فلا تحدثني. الفاء اقترنت هنا بجواب الشرط وهو جائز. لا نهي، تحدث فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وسبب الجزم هي لا النهية. لا النهية تحدثني، والنون الوقاية، والياء مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هنا الجواب الشرط من لا تحدثني كله، وليس الفعل وحده. ومنه قول الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. هنا متى أضع العمامة تعرفوني، جاء فعل أضع مجزوما وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. تعرفوني فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وتعرب اسم شرط مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية لفعل الشرط إن كان فعل الشرط تاما، ولخبره وإن كان فعل الشرط ناقصا. ونقف عند هذا الاسم، على أن نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.